أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن هو الهدف الأساسي للبرامج المالية والاقتصادية. كما تطرق معاليه إلى مواصلة العمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تشكل برنامج التوازن المالي الذي أطلقته المملكة في أكتوبر الماضي حتى الوصول إلى الهدف المحدد، وهو التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية. وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالدعم والمؤازرة التي تجدها جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية من السلطة التشريعية ووسائل الإعلام المختلفة، والذي كان وسيظل أحد أهم الأسباب في كل نجاح تحققه الجهود الساعية لنماء وازدهار المملكة. ونوه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام بمعلومات حول كافة القضايا المحلية وبأهم المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها للوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، مؤكدا بأن الإعلام شريك أساسي في إنجاح كافة المبادرات والبرامج الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه في الوزارة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الرأي، حيث أطلعهم معاليه على أهم النتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر عام 2018 وحتى اليوم، والتي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي، بما تحقق من خطوات أكدت على سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي. ونوه معاليه بأن التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والأجهزة للسنة المالية 2018، وذلك في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ عام 2015، والتي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من عام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات. كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات حول الترتيبات الإطارية للتعاون المالي البالغة 10 مليارات دولار من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتطرق إلى أهم التوجهات لمواصلة إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة. وشدد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الاقتصاد البحريني استمر في نموه الإيجابي رغم التحديات، وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي، كونه يقف على قاعدة صلبة تتميز بتنوعها، منوها بأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنويا، لتبلغ نسبة إسهامات القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.